جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أكثر من مرة شيخ صالح سألنا عن الأسباب المعينة على تأدية صلاة الفجر مع الجماعة وفي وقتها بطبيعة الحال، هل من كلمة ولو تكررت حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن حضور صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر أمر واجب على كل مسلم، فرض عين على الرجال. صلاة الفجر بالخصوص مع صلاة العشاء، يعني أن هاتين الصلاتين مما يتأكد على المسلم حضورهما، لأنهما في وقت ينام الناس فيه ويسكنون فيه، فهو مظنة أن يتأخروا، لذلك أكد عليهما الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضوا، وذلك لأنهما في وقت الراحة والنوم والسكر. الله تعالى أكد على صلاة الفجر، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضره الملائكة، ملائكة الحفظة الذين ينزلون بالليل والذين ينزلون بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ولذلك كانت هاتان الصلاتان أفضل الصلوات الخمس. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، مراد صلاة الفجر وصلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة، وليس معنى ذلك أن يقتصر على هاتين الصلاتين، ولكن هذا بيان لفضلهما. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى على الراجح هي صلاة العصر، وقيل هي صلاة الفجر. على كل حال هاتان الصلاتان لهما مزية عظيمة، وإن كانت المحافظة على جميع الصلوات أمر واجب ومتحتم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. هذا أمر يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ويجب على الرجال أن يصلوا جماعة في المساجد. ومما يعين على حضور صلاة الفجر أمور: أولا أن ينام الإنسان مبكرا من أجل أن يستيقظ مبكرا، لأن الناس اليوم ابتلوا بالسهر وتأخير النوم ثم ينامون ويثقل عليهم النوم في آخر الليل. الأمر الثاني العزم على القيام والنية الصادقة على القيام، فإذا عزم أعانه الله عز وجل، إذا اهتم بالقيام ونواه فإنه يعان على ذلك. والأمر الثالث أن يعمل الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ، وهي أن يعمل، أن يوصي من يوقظه، أن يجعل ساعة عنده تدق في وقت الحاجة ووقت القيام. كل هذه من الوسائل التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، وأعظم ذلك العزم والنية والقصد، فإن الله إذا علم منه ذلك أعانه على القيام ووفقه. نعم.